السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أعلنت المحكمة الدستورية منذ قليل عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد الفصل في طعون. وأعلنت المحكمة الدستورية عن قبول الطعن الذي تقدم به المترشحون، وعليها فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المعلن عنها سابقا هي نسبة خاطئة، أما النسبة الحقيقية هي 46.10%. وبالنسبة للأرقام الخاصة بالمترشحين، أعلنت الهيئة الدستورية أن المترشح الحر عبد المجيد تبون تحصل على 7,976 صوت بنسبة 84%، فيما تحصل المرشح عن حركة مجتمع السلم على حوالي 904,000 صوت بنسبة 9.56%، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية على حوالي 580,000 صوت بنسبة 6.14%. وعليها فإن الرئيس الجديد للجزائر هو نفسه الرئيس السابق عبد المجيد تبون.